والله حقيقة أنا ما أتابع الاسم. يعني برأيك كيف؟ والله برأيي زي السابق يعني ما في اختلاف. أحسن شيء. كيف أداء شايفه؟ نعم. كيف أداء بالسنوات؟ مرتين ثلاثة سمعت ما بيحكوا إنه يبعثونا كرتونة تمين ناكل فول حمص علم. بس. والله أنا شايف إنه أداءه صفر يعني لا ما في أي جديد من المجلس اللي سابق بصراحة يعني. من ناحية الأسعار من ناحية مثلا القرارات اللي صارت اللي من ناحية الهيئات المستقلة من ناحية مثلا خلينا نقول كل شيء ما في شيء جديد حتى النواب اللي أجوا اللي حتى لما كانت خطاباتهم يعني جياشة بالنسبة للإصلاح أو ما إصلاح ما في شيء كله بس مصالح شخصية. إن شاء الله إنه يحسنوا الوضع هون بعمان وينتبهوا على الشعب ويحسوا بالشعب وبالنظافة البلد يعني أهم شيء النظافة وحسوا بالشعب هذا عندي يعني أهم شيء. تقييمه فاشل مش يعني عقد إيد الحكومة باعتباره أنا فرص عمل جديدة ما في يعني بيمنعوا فرص عمل أصلا في مشاريع جديدة بدها تنتشر في البلد يعني بيمنعوها بوقفوها ما في موافقات عليها في نواب عارضين ورق عمل ومشاريع ومش موافق عليها من مجلس النواب نفسه كلجان المفروض يكون فيه توسعة فيه وتطور في شغلهم في عملهم. والله اللهم صل على محمد والله بصراحة تعيس جدا يعني ما شفناش خير الحمد لله يعني هم بس معدودين على صابع يعني اللي ممكن نحكي عنهم يعني فيهم الخير والبركة بس والله كل سنة أخت الثانية ما شفنا سنة جديدة إلا كان يعني كلما دخلت أمة لعنت أختها باختصار يعني لا أداء ولا 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 مقنعين ولا بقنعوا والله أسمع أحكيلك من الآخر كله على الفاضي بالفاضي لحد الآن أداءه سلبي ومش ولا يرقى للفترة اللي احنا فيها لحد الآن لا يرقى للفترة اللي احنا موجودين فيها بالنسبة لنا أن نكون من بحث جدي عن كل الأمور والحلول المواطن حاليا في كرب وحاليا كل الحكومة متغولة على جيوب المواطنين وشغلة زي هيك هذا الشيء بدنا نشوف وضعه مع النواب إذا إحنا جبنا النواب عشان يدافعوا عنا ويكونوا في يمثلونا بالشكل الصحيح هذا الشيء برا مش مضبوط لحد الآن إداءهم سيء ممتاز ذهب يا زلمة يعني أنت شايفه جيد جيد شو بدي أقول لك يعني تصور فيه شو بدي أقول لك هيك ممتاز تمام كيف قيمة 100% ولا شيء إحنا مجالس النواب تبعتنا يعني تعودنا إنه يعني لا تصلح لشيء أصبحت يعني أنا بقيم أداؤه هي نتيجة متوقعة لقانون يعني هزلي لقانون ما بشجع على الأحزاب ما بشجع على الديمقراطية هو قانون الصوت الواحد فإيش طبيعي يطلع مجلس نواب هذا الشكل طبيعي يعني مجلس النواب هذا 18 من أسوأ المجالس اللي مرت على الأردن ناس كلهم مقاولين وبياعين كلام وتجار أرباب مصالح ما في واحد فيهم بحرص على المصلحة الوطنية